يشرفني دعوتكم لحضور فعاليات يوم المرأة السعودية في مركز الملك فهد الثقافي في تاريخ 2 و3 مارس. الدعوة عامة والدخول مجانا. يسعدني ويشرفني حضوركم. محبتكم المصممة منى المنديل. نجدد ترحيبكم مشاهدينا، واكيد السعوديات قدها، وفي يوم المرأة السعودي اكيد هذه البصمة الجميلة اللي لا يمكن المنصف ان ينكر ما وصلت اليه المرأة السعودية من مكانها وما حققت من انجازات. منيرة، المرأة مدعومة ما شاء الله في كل المجالات، وما شاء الله يعني برنامجنا كل يوم يثبت انه البنات او المرأة بشكل عام السعودية مبدعة وعندها عطاء اكثر. ويلا الله يوفق ان شاء الله كل نساء العالم مو بس السعوديات ان شاء الله. طيب، وبمناسبه هذا الموضوع عندنا يعني موضوع اللي هو مهرجان يوم المراه السعودي في دورته الثانيه. هذا المهرجان راح يقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. فعاليات مهرجان يوم المراه السعوديه في دورته الثانيه، والذي سيكون برعايه صاحبه السمو الاميره نوره بنت محمد ال سعود. للحديث أكثر عن هذا الموضوع راح يكون معنا الأستاذة منى الفايز، هي مسؤولة العلاقات الإعلامية ليوم المرأة السعودية. أهلا وسهلا وحياك الله. أهلين عزيزتي، أهلا وسهلا بكم ومساء الخير جميعا. يسعد مساكي. بداية خلنا نتكلم عن يقام هذا المهرجان في دورته الثانية، نتكلم أكثر عن يعني أهداف هذا المهرجان والفعاليات المصاحبة فيه. طبعا الله يحييكم. بداية أطلعتني الاسم، أنا سامية الفايز. اهلا وسهلا. ثانيا يا ضيف العمر، الحفل ان شاء الله يبدا بكره لمده يومين 2 و3 مارس في مركز الملك فهد الثقافي. هو يقدم المهرجان عدد من الفعاليات الموجهه للمراه السعوديه، متنوعه بين تثقيف وترفيه وحوارات هادفه بمواضيع تناسب جميع الفئات العمريه. المهم في هذا الحدث تكريم عدد من رائدات ومبدعات ساهموا في بناء هذا الوطن. جميل. طيب يعني ايش الفعاليات المصاحبه لهذا المهرجان؟ طبعا في فعاليات مصاحبه اللي تكون في البهو موجهه للعائله السعوديه. يبدا البرنامج من الساعه 4 مساء، يحتوي على فنون تشكيليه، فرق استعراضيه، ومسرح للطفل، وركن للتصوير، وفريق ملهمتي مشاركة فنية لهم. البرنامج الحفل يبدأ إن شاء الله على المسرح الساعة 8 مساء زي ما قلتوا على شرف حرم أمير منطقة الرياض. يتضمن البرنامج أوبريت وطني بعنوان بنات سلمان، أداء الفنانة ريانة، وقصيدة شعرية. طبعا في مشاهد مسرحيه تناقش قضايا المجتمع السعودي، يعني هي سكتشات على يعني عن هذه الامور. فيها طبعا عندنا فعاليات كثيره صراحه يعني تقدم في هذا اليوم. جميل. استاذه ساميه، خلينا نتكلم، هل من كلمه او بصمه حابه تضيفيها في هذا اليوم لكل امراه سعوديه؟ طبعا المرأة السعودية وصلت يعني إلى حدود خارجية عالمية في جميع المجالات. نقدم لها كل الشكر ونقدم لها كل التقدير، وإن شاء الله أن نكون ندعمها في جميع المجالات. طبعا هذا التكريم هذا أو الحفل هذا يعني ليس مستغرب من مركز الملك فهد الثقافي في دعم المرأة السعودية في جميع المجالات. طبعا هذا يعني يكون دعم ايضا من وزاره الثقافه والاعلام للمراه السعوديه، وهو امتداد لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للمراه السعوديه. جميل. استاذه ساميه الفايز، مسؤوله العلاقات الاعلاميه ليوم المراه السعودي، يعطيك الف عافيه وشكرا للمداخله.